السلام عليكم ورحمة الله. تتمتع البحرين منذ الأزل بالانفتاح والدعوة إلى التعايش بين كافة مكونات المجتمع بمختلف توجهاته واختصاصاته ومذاهبه وأديانه، فالبحرين كانت ولا تزال رائدة في التعايش والتسامح بين الأديان والمذاهب، وليس أدل على ذلك من التنوع الثقافي والمذهبي والديني الذي يتعايش على أرضها بكل محبة وانسجام، حيث تحتضن المنامة أقدم كنيسة عرفتها منطقة الخليج العربي، وهي الكنيسة الإنجيلية التي تأسست عام 1906. وتعزيزا لهذا المبدأ والنهج، تستعد مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وبالتزامن مع احتفالات المملكة بذكرى ميثاق العمل الوطني، تستعد لإطلاق وثيقة للتسامح الديني والمذهبي. وثيقة التسامح هذه جاءت بمبادرة أهلية خالصة مثلت 4 جهات مدنية، هي جمعية التسامح والتعايش بين الأديان وأسرة الأدباء والكتاب ومركز عبد الرحمن كانو الثقافي وجمعية الصحفيين. التوقيع عليها ومساندتها ودعمها مفتوح أمام جميع مكونات المجتمع. القائمون على هذه الوثيقة يسعون لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش الديني والمذهبي وتعميق روح المحبة والتقارب مع مختلف أطياف المجتمع، بما يعزز التواصل بينها ليعم الأمن والسلام. في هذه الحلقة من أبعاد وأراء نستضيف عددا من القائمين على هذه الوثيقة للتعرف على أبعادها والفكرة التي انطلقت منها وثيقة التسامح، وما هي المبادئ التي ارتكزت عليها هذه الوثيقة، ثم هل المجتمع البحريني بحاجة لمثل هذه الوثيقة؟ لكن قبل أن ننتقل إلى ضيوفي، نتابع معا هذه الكلمات لعاهل البلاد المفدى حول التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر الذي اعتبره جلالته صفة وطنية تتميز بها البحرين. Those of you who have known Bahrain for some time will know that it has always taken pride in its openness and tolerance as a society. It is something that has always been a hallmark of the fabric of Bahrain and must remain so in the future. It is a national characteristic that has defined Bahrain, not through social engineering or design, but because it is genuine and heartfelt. السلام عليكم من جديد، أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ إبراهيم بوهندي رئيس أسرة الأدباء والكتاب. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. وسيد يوسف بوزابون رئيس جمعية التسامح والتعايش بين الأديان. مرحبا. والأستاذ عيسى هجرس الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، مرحبا بك أستاذ عيسى. أهلا بكم ضيوفي جميعا، وجميعكم مشاركون في هذه الوثيقة وقائمون على إعدادها وأصحاب فكرة. اسمحوا لي أن أبدأ مع الأستاذ يوسف، لماذا فكرة التسامح هذه ومن أصحاب هذه الفكرة؟ هناك العديد من الجهات التي ترعاها أنتم وجمعية التسامح الديني ومركز عبد الرحمن كانو الثقافي وأسرة الأدباء والكتاب وجمعية الصحفيين. من صاحب الفكرة وآليتكم في العمل؟ احنا الله يسلمك، أول شيء السلام عليكم جميعا. الفكرة بدأت في جمعية البحرين للتسامح والتعايش الأديان، بديناها من قبل 6 شهور عندما أطلقت الجمعية في فعالية اللي هي تسامح وتعايش في البحرين، وعملنا احتفالية كبيرة واللي حضرها فوق 5000 شخص، كانت في مدينة خليفة الرياضي، وكان إقبال جمهور كبير عليها، ولدرجة أن حتى الحاضرين واقفين على رجلهم. وهذه الرسالة كانت بداية شرارة أن نفكر في شيء يخدم البحرين عالميا وليس محليا. الحضور كانوا موجودين يمكن فوق 800 شخص، هاي من أرامكو، يعني بس على أساس يطلعون الفعالية ذي اللي هي Pray for the Peace، الدعاء من أجل السلام. كان عندنا مرنن عالمي حضر الاحتفالية اللي هو مايكل دبليو سميث من أمريكا مع الفرقة مالتي، هذه تدعو للسلام والتسامح. شفنا صدى كبير سواء في البحرين أو خارج البحرين أن فعلا البحرين بلد تسامح وتعايش.
بدأت الفكرة أن ليش ما نبرولها أكثر بميثاق عمل وطني اسمه ميثاق التسامح. في ذي الفترة كان عندنا أمسية وطنية كبيرة مع مركز كانو مركز أحمد كانو عبد الرحمن كانو آسف. في الأمسية ذي اللي هي جمعية كانت هي تقيمها اللي هي التسامح والتعايش وأثر على السلم الوطني. دارت الفكرة وكلمت السادة علي عبد الله هو رئيس الملتقى الثقافي قلت له عندنا بروتوكول نبي نعمله معاكم عندنا فكرة إقامة هذه وجدا رحب وحتى الموجودين يوم هذه رحبوا بالموضوع. قال أسرد الموضوع لكم أنتم على أساس تعدون آلية لها وموادها. ثم دخلت جمعية الصحفيين وأسرة الأدباء والكتاب. دخلت جمعية الصحفيين وأسرة الأدباء إحنا محتاجين لهم أكثر. لأن أنتم طرحتم الفكرة عليهم وهم انضموا. نعم على طول. وفي عندنا ترى العديد كانوا يحبون يشاركون بس كانت الفرصة جدا قليلة. حصلنا جمعيات من خارج الأربع جمعيات وكان عندهم رغبة. قالوا نحن مستعدين مو لازم يكون بالاسم لكن خارج الكواليس احنا داعمينكم. نعم. وهذه مش غريب على البحرين. نعم. ولا على شعب البحرين. نعم. استاذ ابراهيم يعني انت رئيس أسرة الأدباء والكتاب والثقافة والأدب ربما هي انعكاس لواقع المجتمع، هل المجتمع البحريني بحاجة لهذه الوثيقة ولماذا جاءت؟ ما الهدف منها؟ هو اولا يعني طبعا الانعكاس ما جرى على الساحلة البحرينية على العلاقات وعلى يعني اللي كانت موجودة بين الناس أصابها بعض يعني هل عكس ذلك على الحركة الثقافية والأدبية؟ يعني بلا شك أن هذا حدث. وأسرة الأدباء والكتاب هي من المؤسسات اللي عانت من هذا الشيء نتيجة طبعا يعني اختلاف في الرؤى واختلاف في التوجهات. لكن احنا الجمعيات يعني انا اتكلم اذا اتكلم عن أسرة الأدباء والكتاب اتكلم ايضا عن الجمعيات الاخرى. احنا جمعيات اجتماعية اهلية بعيدة يعني هي مش جمعيات سياسية ولا ذات اهداف سياسية. فبالتالي يعني تتكون او الجمعية العمومية فيها من كل الأطياف السياسية. نعم. فبالتالي أنت لا يمكن أن تجير هذه الجمعية أي جمعية من الجمعيات هذه إلى أي طرف سياسي. فصارت انشقاقات نتيجة طبعا الاختلاف في الرؤى. نعم. وهذه المشكلة اللي إحنا يعني نعاني منها قضية أنه يا أما رأيي والكل معاي يا أما أنا خارج اللعبة أو خارج العملية. هذا أحد المبادئ الواردة في وثيقتكم وهي قبول الآخر على ما هو عليه. نعم. فبالتالي يعني يات يعني ردا على سؤالك أنا أعتقد أن احنا نحتاج إلى هذا النوع من الحراك وما يكون هو مجرد توثيق بالتوقيع واجتماع ومهرجان وانتهى الموضوع. يعني أنا أعتقد أن يجب أن تتبع هذه العملية يتبع هذه العملية حراك مستمر. لأن فعلا هذا يعني أي مجتمع ناهض في وداخل في تجربة ديمقراطية حديثة يحتاج إلى زرع ثقافة الحرية وثقافة الحقوق وقبول الآخر يعني أنت لما تطالب بحقك أيضا أنت عليك حق. يعني أنت لما تريد أنك أنت تتكلم عن حقك في أي جانب من الجوانب أيضا الآخرين لهم حقوق. أنت ما يعني أنت ما تطلب حقوق بحقك دون أن تحترم حقوق الآخرين واجبات أيضا. وعندك واجبات أيضا أنت تسند الآخر. يعني أنا يعني هنا تحضرنا كثير من من المقولات الفلسفية والمقولات الروحية أو الدينية اللي تدعو إلى أنك أنت مثل ما أنت تطلب أن يكون لك حق أيضا يجب أن تيسر للآخر الطريق بأن يمارس حقه. نعم. أستاذ عيسى هجرس أنت الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي. نعم. يعني وثيقة بهذا الحجم وتنخرط فيها جمعيات أهلية ربما الجمعيات الأهلية بجهدها الفردي بسبب عدد وطبيعة المنضمين تحت هذه الجمعيات ذلك ربما يشكل دعاية قد تكون كافية لمثل هذه الوثائق. لكن هذا وثيقة بهذا الحجم يعني تطلقها بعض مؤسسات المجتمع المدني في البحرين لابد من وجود آلية من أجل
توسيع الانضمام لهذه الوثيقة وعمل دعاية ومن أجل أن ضمان أن تسري في المجتمع وأن يتم تفعيلها بشكل حقيقي لا أن تبقى حبرا على ورق. نعم نعم. طبعا هو الأخوان اللي اجتمعوا وشكلوا لجنة للتصدي لعمليات هذه الوثيقة وأبرازها في أحسن صورة حطوا آليات للإعلام والنشر، وهناك جنود يعني مجندين لهذه العمل لإبراز دي الوثيقة لكي لا تكون بس وثيقة محلية وإنما هذه وثيقة يتمنون أن توصل إلى العالمية. فهناك في اتصال مع مكتب هيئة الأمم اللي في البحرين، وهناك تواصل أظن أستاذ يوسف قام بتواصل مع الخارج مع الجمعيات الأهلية أساس أن ذي الوثيقة في إنجازها توصل إلى أكبر عدد برا يعني في المستوى الأوروبي ومستوى الأمريكي وأي قارة من القارات، أن تكون ذي الوثيقة توثقت في البحرين وصدق عليه في البحرين ووصل صيت إلى أكبر عدد من ذي. فهناك آلية كبيرة للتصدي الإعلامي، فريق كامل قاعد يشتغل لوصولها إلى بر الأمان. كيف وجدتم استقبال بقية الجمعيات باقي أطراف المجتمع؟ والله إيجابي جدا أستاذ سعيد، إيجابي جدا. كل الجمعيات وكل المراكز والمجتمع الأهلي قاعد يستجيب استجابة جميلة لهذه، لأن هذه وثيقة تدعو للتسامح والكل يدعو للتسامح. يعني احنا مثل ما تقول كل أدياننا كل دين في العالم يدعو للتسامح، احنا ما جبنا شيء جديد. دين الإسلام يدعو للتسامح، البوذية تدعو للتسامح، المسيحيين نفس المبادئ، مبادئ الأمم المتحدة، الميثاق، كل هذه مبادئ احنا ركزنا، ما جبنا شيء جديد من عندنا، وإنما الاتيان بوثيقة هذه عندما احنا معتازين له في الوقت ذي في البحرين بالذات، معتازين له مثل ما تفضل أستاذ إبراهيم ل يعني تلميع صورة نوعا ما حدث في يعني الشرخ في الفكر بين أعضاء المجتمع وفي تصدع في العمل الثقافي والتسامح بين المؤسسات المجتمع المدني. فأنت لابد من وقت لوقت مثل ما الإنسان يحتاج، مثل ما بيتك يحتاج ترميم، مثل ما أنت تحتاج إلى فحص طبي من وقت لوقت، أنت محتاج إلى وثيقة تقول إحنا متفقين ولا مش متفقين. جميل. أستاذ يوسف، هذا يقودني ربما لسؤال عن من أين استقيتم بنود هذه من الوثيقة أو موادها؟ هناك 14 مادة أو 14 مادة. احنا رسلنا هذه التقيناها من وثيقة الأمم المتحدة وعرضت على الأمم المتحدة وحصلنا مباركة منها، وعرضت على الجامعة العربية وحصلنا مباركة ودعم. يعني أنتم متواصلون مع جهات نعم خارجية؟ نعم نعم. حتى التحرير الأوروبي باركوا لنا وعندهم تصريح إن شاء الله بينزل تاريخ 15، ومعظم المنظمات الدولية في تواصل كثير عليهم، يعني شغالين على طول عن طريق الإيميلات، وفي مباركة كبيرة، وقالوا احنا بندعي الدول الثانية ان يعتذون بحذرتكم، لان هذا العمل اللي عملته عمل جبار والكل ناشد به. نعم. هذه واحدة. شيء ثاني، احنا لسلمك كانت الزيارات ميدانية في البحرين وقابلنا رئيس الأوقاف الجعفري جزاه الله خير الشيخ عبد المحسن المعصور، وبارك لنه وقال لنا ان انا دعمكم وجميع ان شاء الله المآتم الموجوده والمساجد بيكونون داعمين وياكم. وهذه احنا اللي نظرتنا له، احنا البلد ونبي ننظر هذه يعني هذه الوثيقه صوره تعكس للعالم ان هذه البحرين. نعم. وهذه ديانه البحرين، يعني مو شيء قريب علينا. نعم. استاذ ابراهيم، يعني من ابرز المواد ربما التي تلفت انتباه القارئ لهذه الوثيقه مسألة الحقوق والحريات في المجتمع، هل هناك يعني الدستور البحريني أقر هذه الحقوق والحريات وأيضا ميثاق العمل الوطني، وهناك أيضا عديد من المبادرات أيضا أطلقتها جمعيات سياسية، وأيضا يعني هناك حراك في البلد يؤكد على هذه الجوانب، وأيضا منجزات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يعني التأكيد من جديد في مبادرتكم ووثيقتكم هذه على مسألة الحقوق والحريات، أين تضعون هذه الأهمية لهذه النقطة بالذات ضمن البنود الأربع عشر؟ يعني هي مثل ما تفضل أستاذ يوسف، النصوص أو المواد الأربعة عشر اللي تتكون منها الوثيقة هي مستندة على بالذات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو إلى قضية إطلاق الحريات وحاجة يعني وحق الإنسان في حياة حرة كريمة، التعبير عن رأيه، حرية المعتقد، حرية
ولكن ايضا في نفس الوقت انت اذا تلاحظ الوثيقه الاساسيه اللي 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 ارتكزت عليها وثيقتنا اللي هي الاعلان العالمي لحقوق الانسان يحتوي على تقريبا 30 ماده هي ايضا تدعو او تحمل الجهات الاهليه سواء كانت مجتمعات والافراد والجهات الرسميه على غرس روح المبادئ هذه من خلال التثقيف ومن خلال يتحمل المجتمع مسؤوليته بالضبط من خلال عمليه التربيه والتعليم ومن خلال يعني انا كفرد يجب ان يكون علي او مثل ما يقولون استوعب هذه الوثيقه الامميه وامارس حقي وفي نفس الوقت يعني انا اقوم بدوري في تثقيف الاخرين يعني وتثقيف ونبدا من البيت يعني انا اثقف عيالي واكون قدوه لهم في البيت ايضا على على اعطائهم حقهم في يعني احنا تكلمنا يمكن كثير عن موضوع الحوار واحترام الراي الاخر احنا مشكلتنا في في يعني للاسف يعني في هناك امثله مضيئه في تاريخنا الاسلامي وتاريخنا العربي ما يعني استفدنا منها لم تأخذ حقها لم تأخذ حقها يعني بدأنا يعني رجعنا إلى قضية ثقافة أو الإرسال دون الاستقبال دون الاستقبال. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتورة أمل الجودر وهي مستشارة مجلس إدارة جمعية التسامح والتعايش بين الأديان. مساء الخير دكتورة. مساء الخير أخ خالد. يعني دكتورة يعني نتساءل نحن مع ضيوفنا قبل قليل عن لماذا جاءت هذه الوثيقة، لماذا في هذا الوقت، مدى حاجة البحرين إليها، أبرز يعني المواد التي جاءت ضمن هذه الوثيقة، ماذا تقولين أنت في الأسباب التي دفعت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لأن تخط هذه الوثيقة ولأن تطلقها، وماذا تريدون في المستقبل من هذه الوثيقة، كيف يمكن أن تبنون عليها، كيف يمكن أن تجعلوها تسري في المجتمع لا أن تبقى حبرا على ورق؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الوقت هذه يعني مو بس البحرين، العالم كله في أمس الحاجة إلى طرح مبدأ ثقافة التسامح والتعايش. الآن الخلافات والنزاعات بين البلد الواحد بين البلد والجارة، وبالتالي نحن الآن في أمس الحاجة، والبحرين طبعاً ما يعني حالة من حال الدول وانضمامها، والبحرين أيضا نعاني طبعاً الأحداث الأخيرة، ما نبيع سر لما نقول إن الأحداث الأخيرة المؤسفة اللي مرت به البلد يعني تركت شرخ بين الطوائف المختلفة في البحرين. بالتالي ان النداء الان او اطلاق هذه الوثيقة يعتبر في وقت يعني في وقتها مثل ما نقول، وطبعا وتزامنها مع ميثاق او ذكرى ميثاق العمل الوطني ايضا يؤكد على رسائل الميثاق او مواد الميثاق اللي هي فعلا تعبر ايضا على حرية الرأي واحتمال الرأي الاخر وتقبله، ولازم ايضا يعني ان احنا نتذكر يعني حتى كمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكتمل اسلام المرء حتى يحبه لاخيه ما يحبه لنفسه. ما في احد اظن فينا لا من القاعدين ولا من المشاهدين والمشاهدات الا وانه يبغي الناس تحترم رايه وتقدر رايه، وبالتالي مثل ما انا احب ان احد يسمع رايي ويحترمه ويقدره لابد اني نفس الشيء احبه للاخرين. دكتورة ربما هناك يعني اعذريني على المقاطعة، ربما هناك يعني شارة معاوية ما يقال لها شارة معاوية أو فاصل قصير بسيط يعني بين أن يكون الإنسان متسامح وبين أن يتهاون بحقوقه أمام بقية أفراد المجتمع. يعني لو تحدثين عن هذا الجانب كيف أن هذه الوثيقة تدعو للتسامح لكن لا أن يتخلى أحد عن هويته وعن شكله وعن لونه وعن مذهبه، لكن أن ينصهر المجتمع كله في موضوع القبول. يعني مو أني أنا مثلا أن خلاص مثل ما قلت أن أوصل فيه إلى الأفراد، هي خير الأمور دائما إحنا نقول الوسط. نعم يعني حتى إحنا لما نسأل الله سبحانه وتعالى نقول اللهم نسألك أن لا أضل ولا أضل ولا أزل ولا أزل ولا ولا أظلم ولا أظلم. فأنا أيضا في تسامحي ما أبغي أني أنا أظلم نفسي. يعني أوكي أتقبل في الرأي الآخر طالما هاي الرأي الآخر يعبر عنه أيضا بطريقة راقية بطريقة حضارية بطريقة
ويعني لا فيها مثلا مو انه يفرض عليه حتى رايه بالقوه وبالعنف وغيره. اذا هذه ما صار ما عاد تسامح ولا عاد تعايش، لان اذا احنا فكرنا في ساعات الامر نفسه ما يوضح، يوضح بالضد ماله. يعني مثلا لو ما الظلام وما عرفنا قيمه النور، لو ما المرض ما عرفنا قيمه الصحه، ايضا التسامح والتعايش ضده معناته انه ادخلنا في عنف، ادخل في حالات يعني العنف قد يكون جسدي، قد يكون نفسي، قد يكون اي نوع من انواع العنف. نعم. فبالتالي انا لابد اني اكون في يعني في شيء وسط، بحيث اني انا يعني او حال خلينا نقول وسط او شيء اني انا اوكي اتسامح لكن الى درجه معينه، اني مو اني افقد فيها هويتي، مو اني انا افقد فيها يعني حقوقي على اساس اني انا اتسامح، لا. طبعا ايضا مثل ما تفضلت في تهاون في غيره، واحنا البحرين طبعا دوله المؤسسات ودوله القانون، وبالتالي انا اتقبل واحترم راي الاخر طالما ان هذا الراي الاخر ايضا لم يتعدى على حقوقي ولم يتعدى على ارائي. بعد انا ايضا سمح لي بنفس المساحه اللي تكون عنده تكون عندي. شكرا. بالنسبه حق سؤالك يعني ان شلون ان احنا نجدد، طبعا احنا من ضمن المواد الوثيقه ان هي تكون لها حتى في ذكرى سنويه، يعني كل سنه ان تقام في عدد من الفعاليات، عدد من الانشطه. ايضا كما تفضلوا بعد اللي معاكم الاستديو الاستاذ ابراهيم او الاخ يوسف تطرقوا الى يعني التربيه والتعليم. التربيه والتعليم طبعا لابد ان يكون لها دور كبير، لان والتربيه تبدا صح من البيت، لكن ايضا وهني دور الاعلام كجهاز اعلامي، كناس تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذاعه، تلفزيون، صحافه، بكل قنوات الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه، انه تدخل كلها شريك في نشر ثقافه التسامح. وبالتالي هذه ايضا انه يدخل فيها حتى الجهات لازم يكون. شكرا. شكرا جزيلا لك دكتورة أمل الجودر، مستشارة مجلس إدارة جمعية التسامح والتعايش بين الأديان. أعود إليك أستاذ عيسى هجرس، وأنت الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، في نفس النقطة التي كانت تتحدث بها الدكتورة أمل الجودر، وهي أن يعني هناك تسامح ويجب أن يقر الجميع بحقوق الآخرين في التعبير عن الرأي أيضا، وأبسط الحقوق الحق في الاختلاف في الرأي. نعم استاذي، احنا طبعا كثير من يتبجحون بالديمقراطيه وحريه التعبير واحترام الاخر هم لا يطبقون هذه الاراء للاسف، يمكن تلقاها في حتى في ارقى الدول. هي العمليه يعني سلوك حضاري ينبع يمكن من مثل ما تفضلت الاستاذ من بيئه الانسان في تربيته. اليوم انت تجد من كثير من يطالبون بالديمقراطيه، انت لو خذيت نسيج اليوم تجد خيوطه تتقاطع بين الطول والعرض، وبدون التقاطع ذي في الاتجاهات لا يمكن ان تحط نسيج، فالنسيج يفشل. فاذا انا ما احترمت الراي الاخر ما بيكتمل النسيج الديمقراطي اللي نتكلم عنه. فاحنا اليوم محتاجين الى ان نحترم بعضنا بعض في ارائنا تطبيقا. المجتمع يحتاج للاختلاف. المجتمع على اساس ان انت تاسس لازم انت تشوف يعني صورتك الحقيقيه في الاختلاف. اذا ما تحصلك انسان يختلف معاك، اذا انسان دائما موافق عليك اذا لا حاجه لك له. صحيح. انت تبي انسان يعارضك يختلف معاك يعطيك الزاويه اللي انت ما شفته. صحيح. اما اذا انسان دائما معاك معه وموافق اذا لا حاجه لواحد منا. والنسيج الاجتماعي والديمقراطيه تكبر وتزخر بهذا التقاطع الطولي والعرضي، ومتى ما سقط احد الاتجاهين سقط النسيج بكبره. نعم. استاذ يوسف، في تعاملكم مع هذه الوثيقه واعلانكم عنها واطلاع مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت معكم فيها وهي الجمعيات الاربع، وايضا الجهات الاخرى التي ستتبنى هذه الوثيقه، كيف سيطلعون على وثيقتكم؟ هل هناك من آلية تتاح الاطلاع عليها، التوقيع عليها، اعتمادها؟ بعد قليل سنشاهد دعوة التوقيع التي أطلقتها الجمعية مرفقة بالديباجة لوثيقتكم، وهي الآن نتابعها. يعني هذه الدعوة مع شعار الجمعيات الراعية، الجمعيات الأربع، نداء مفتوح من أجل التوقيع على
وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي، كيف تصلون إلى الطرف؟ احنا وصلناك اتصل يعني وصلنا مو من حين وصلنا مع معظم الجمعيات الموجودة والمجالس والمآتم والكنائس عن طريق الويبساب اللي عندنا حاطينه معهم، وعندنا يوميا في الجرائد المحلية إعلان نداء حق الأخوة اللي راغبين أو ندعوهم أن يشاركون معانا. والحين وإحنا نتكلم أي واحد من رواد مجالس البحرين يسمع عن هالدعاء نداء يأرجو منه أنه يخبر راعي المجلس أي حضر يوقع أو لاعب كرة يقول حق رئيس النادي الدعوة مفتوحة للجميع. تواصلتم مع جهات معينة أنتم أم تعتمدون على وسائل الإعلام؟ لا تواصلنا عن طريق الاتصالات وعن طريق الويبساب اللي عندنا، عندنا موقع الكتروني موجوده. عندنا التلفاز جزاك الله خير اليوم عندنا معاهم. اللي اهم من هذه ان احنا زيارتنا للاستاذ خليفه الظهراني اللي هو ممثل عن الشعب، وفي لقائنا معه اثرى لنا بكلام جدا طيب، وكان انا اول من الموقعون هذه الوثيقة اللي احنا كنا نترياها ونتوناها. وانا ادعي الجميع النواب واصحاب رؤساء الاندية ورؤساء الجمعيات ان يحضرون تاريخ 14 بيكون ان شاء الله مفتوح من الساعة 9 يوم 14 فبراير يوم في ذكرى الميثاق، واحنا اخترنا يوم 14 عشان يوم الميثاق. والبنود ما تلاحظ ان هي 14 بند اللي هو على اساس ان التاريخ 14 يعني كل شيء من روسله. وبيكون على سمك في بيت القران المكان. اي نعم، من الساعه 9 صباحا للتاسع مساء. مكان واحد مسجد فقط في المملكه للتوقيع. نعم. الم تروا ان ربما ان يكون هناك توزيع في 3 محافظات او في الشمالي والوسطي والجنوب ربما يسهل من هذا من عمليه التواصل معكم؟ احنا رسلمك اردتم ان تجمعوا كلها في مكان واحد لكان يكون يعني كمهرجان او كفعالية. احنا رسلمك فتحناها من 9 ل 9 12 ساعة. اوكي، وفي مجال ان تفتح لايام في يوم واحد. وبيكون عندنا من الساعة 4 الى الساعة 5 احتفائية بسيطة بيلقي فيه الاستاذ خليفة الظهراني كلمة بهالمناسبة في بيت القرآن. اي نعم، وكلمة للأمم المتحدة وكلمة للجنة المنظمة ان شاء الله. نعم. استاذ ابراهيم، يعني كل هذا كلام يعني طيب وجميل، لكن التسامح ليس مبدأ يعني تعتز به المجتمعات وتتفخر دائما بأنها يعني هذه مجتمعات متسامحة، لكنه يعني هو حالة اجتماعية ضرورية تفرض نفسها يعني، والمجتمع البحريني هو ربما أصدق المجتمعات الذي تنعكس عنه هذه الصورة. احنا يعني مجتمع البحريني يمكن تكلمنا في هذا الموضوع كثير، اذا ومع الأسف لما دخلت الأغراض السياسية أو الغايات السياسية في عملية الاستفادة من الاختلاف في المعتقدات، يعني أنت لك وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، لكننا كلنا نتوجه إلى رب واحد ونبينا واحد، صلاتنا واحدة، اختلافات بسيطة موجودة، ففي من لعب على هذه الاختلافات من أجل الوصول إلى غايات سياسية، وهذه الخطورة في عملية يعني استخدام الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق في عملية الاستنفار من أجل الوصول إلى غاية سياسية. المجتمع البحريني عمره يعني في مثال في الستين أو في الخمسينات صار حدث خلاف من هالنوع، لكن اللي هو قضية شيعة وسنة، خلنا نكون صريحين في الموضوع يعني، لكنه ما طال ما استمر، لأن في هناك رجال يعني حكماء وسياسيين اجتمعوا من الطائفتين وأعادوا اللحمة الوطنية. بدون طبعا لكل زمان دولة ورجال، الآن أيضا المجتمع يعني فيه حماته وفيه يعني رجاله من أصحاب هذه المبادرات الخيرة. أستاذ يوسف، يعني بشكل عام يعني التنوع الموجود في المجتمع البحريني والموجود في كل مجتمعات الأرض يعني يعني يستوجب نشر مثل هذا النوع من الثقافات للتسامح وللتعايش، إلى أي مدى برأيك أن نشر هذه المفاهيم يساهم يعني في ليس فقط من أجل إيجاد هذه المفاهيم لكن يبني المجتمع، يعزز السلم، يخدم الوطن،
ينشر السلام في العالم، يعكس صورة إيجابية عن مجتمع هذه الدولة. أستاذي يعني هذه مثل ما نعيد ونقول أنه هو سلوك لازم يعني نرضع أبنائنا. مثل ما احنا اليوم فينا الطفل وهو صغير أبويه يربيانه عقب تشوف عقب 6 سنوات ويصلي بدون أحد يقول له. احنا السلوك الحضاري دي التسامح ويمكن احترام الشارع واحترام الجار واحترام الاختلاف للأسف احنا مقصرين فيه، يعني لا يطبق بالصورة الحقيقية. لكن والله مجتمعنا بخير، يعني احنا مجتمعنا بخير، كفانا جلدا للذات، يعني المجتمع بخير الحمد لله. لا مجتمعنا بخير احنا نقول، لكن نبينا يعني دفعة كبيرة ان نعزز هذه في مفاهيمنا الدراسية في التعليم. يعني لازم تكون مناهجنا تكرس ذي النهج، مثل احنا ما نكرس يعني حضارتنا الدينية، كلنا متدينين بدون احد يقول لنا. احنا بواحد من 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 تلقاء نفسه ما حد يقول له انت تسامح، ما حد يقول له ان انت مثلا الشارع لا تقط فيه اوساخ، ما نبي احد يقول له. احنا بواحد من نفسه يعرف الاختلاف، هذه ثقافه ذاتيه، خلق ثقافه ذاتيه، هذه تعزز انت من تربيه الناش والتعليم لما يكرس الفكره وليست شعارات ومهرجانات مثل ما نقول. احنا ينقصنا ذي التفعيل الحقيقي واللي لازم المؤسسه التعليميه تتصدى له بقوه. أنا تسمح لي بس أعقب على أستاذ عيسى. تاريخ 11 يناير يعني قبل 20 يوم كان عندنا احنا مهرجان كبير في الكنيسة الإنجيلية الوطنية، شاركوا فيه 23 دولة بجميع اللغات، 17 لغة، وكل واحد يدعو للسلام لمدة 3 دقائق بلغته. و 23 دولة تصور، الصيني بالصيني، الإيراني بالفارسي، يعني كان مهرجان جدا رائع وكبير، والكل كان الموجود او خارج اللي سمع عنه. من كان خلف هذا المهرجان؟ ما هي الجهه التي دعت لهذا المهرجان؟ تسامح جمعيه البحرين. جمعيه البحرين تسامح بالتعاون مع الكنيسه الانجيليه الوطنيه. يعني احنا عاده اي مشاريع نسويها ندخل لنا اطراف ثانيه على اساس نكون بعد داعمين مع بعض مشاركه. اسمحوا لي ان انتقل في هذه المداخله ايضا مع الاستاذ مونس المردي رئيس جمعيه الصحفيين البحرين. مساء الخير استاذ مونس. مساء النور، يا مرحبا، يا اهلا بك. اهلا بك. يعني في حديثنا عن الوثيقه هذه التي اطلقتها يعني مؤسسه المجتمع المدني وجمعيه الصحفيين البحرينيه ضمن منها، وانت يعني بصفتك رئيس لهذه الجمعيه، ما هو دور جمعيه الصحفيين البحرينيه في هذه الوثيقه؟ هل تتبنى الجمعيه النشر هذه الوثيقه، تعزيز تواصل المجتمع معها، يعني كون ان جمعيه الصحفيين البحرينيه معنيه اكثر بمساله الاعلام والترويج؟ نعم، اولا احنا يعني كجمعيه الصحفيين يكون لنا الشرف ان نشترك مثل يعني مثل هذه الفعاليه. هذه الفعاليه لها قيمه انسانيه، قيمه جميله ونبيله جدا. فلذلك ان احنا كجمعيه الصحفيين الذي جمعيتنا احنا بشكل خاص تضم كل الطوائف، ومثل ما تفضلت ان هم حمله الاقلام وهم اعلاميين، وهذا احنا في سنتين تقريبا وقعنا ميثاق الشرف ايضا في الجمعيه للصحفيين، كانت تحمل من مبادئ او من اسس هذه الوثيقه. لذلك فنحن ليس بعيدين، ونحن شركاء لهذه الوثيقه. لذلك احنا يعني ما تاخرنا عندما عرضت علينا المشاركه. نعم. كيف تقيمون نسبه الاقبال من الجمهور على هذه الوثيقه بعد ان اطلعت عليها العديد من الجمعيات ومن النوادي، بعد التواصل الذي قام به القائمون على هذه الوثيقه، كيف تقيمون بشكل مبدئي قبل ان ياتي موعد التوقيع على هذه الوثيقه في 14 فبراير؟ التقييم الاولي طبعا ليس هناك خلاف على ما النصوص الموجوده في الوثيقه، لان النصوص هي ممتده من ميثاق الامم المتحده. نعم. وهذه النصوص ايضا يعني هي انسانيه وليس سياسية، والكل يطالب بها، ولكن احنا الكل يطالب بها يجب ان تطبق في هذه المطالبة ايضا. والذين سيحضرون في التوقيع على هذه الوثيقة سيكونون شركاء ويكونون امتداد لتفعيل هذه الوثيقة. هل من شركاء لكم من غير الجمعيات او مؤسسات المجتمع المدني من غير هذه الجمعيات؟ اذا كان هناك دعم حكومي، دعم برلماني، اشخاص، جمعيات معينه؟ انا مثل ما تكلم استاذ يوسف ودبون من فتره يعني من شوي، ان الدعم الذي حصلناه المعنوي خاصه من
السيد الظهراني رئيس مجلس النواب النيابي هو بالنسبة لنا كان لأنه هو كممثل للشعب وهو يرأس هذه الكتل النيابية في المجلس. أعتقد هذه أكبر دافع لنا أن هناك من سيتفاعل، وأعتقد أيضا حتى الجمعيات الأخرى ولا حتى المجالس وحتى المآتم الذين دعموا وأبدوا يعني استعدادهم للمشاركة سيكون هو هذه يعني الجواب، أو سيكون الجواب إن شاء الله اليوم بتوقيع الوثيقة. نعم أستاذ مؤنس، يعني ختاما هذه الوثيقة ربما تكرس العديد من المبادرات، وجاءت بعد العديد من المبادرات. نعم. ومن الحديث اللي يتفضل به صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى عند لقائه بأبناء البحرين، بأبناء الجاليات المقيمين، أبناء الأجانب المقيمين في البحرين، حتى في الأمم المتحدة في دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل الفائتة، يعني تحدث جلالته عن دور البحرين الريادي في مسألة التعايش والتسامح. كيف يمكن لهذه الوثيقة أيضا أن تكرس لهذا الموضوع انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية فيما يتصل ب التأكيد على موضوع التسامح والتعايش في مجتمع البحرين، لكن بإطار مستقل لنقول، أو بإطار مدعوم فقط من جمعيات مجتمع مدني أقامها أشخاص مدنيون لأهداف مدنية هدفهم الوحيد والسامي هو أن يبقى المجتمع متماسك ومتلاحم؟ أولا مسألة التعايش في مملكة البحرين هي المملكة أو الدولة بنيت على هذا الأساس. ونحن الآن يعني الكل يشهد القاصي والداني على هذا التعايش وعلى هذا الخليط الجميل الذي يعيش يعني الموجود في مملكة البحرين. ثانيا عندما نتكلم احنا على 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 موضوع التعايش يجب ان نفصل، شوف الملفات السياسية هي سوف تكون دائما مفتوحة ودائما راح يكون عليها خلاف، واحنا ما نريد هذا الخلاف يعني يصل الى الاختلاف أو الخلافات خلينا نقول مثلا. نعم. هذا شيء طبيعي، لكن احنا نتحدث عن منسوج أو عن نموذج اجتماعي يجب أن يكون متماسك. هذا عندما يتماسك هذا المجتمع بكل أطيافه فكل الأمور الثانية راح تمشي بيسر. ما حصل في البحرين أعتقد اليوم احنا ما وصلنا إليه ما أعتقد من صنيعة المجتمع البحريني، هذه من التأثيرات الخارجية، هذه من رأيي الخاص المتواضع. الأمر الآخر أيضا يجب أن احنا يجب أن نعي أن اليوم مهما كان في الملفات السياسية تبعد، خل الملفات السياسية للساسة، ولكن احنا نتكلم عن مجتمع، عن معايشة، واحنا من فتحنا عين على هذا البلد الكريم نرى هذا الاختلاف في الأطياف كلها، وهذا السر تميزنا وجمال المملكة البحرين في هذا الموضوع. لذلك احنا يعني انا اشد على من قام بهالمبادره، وانا كشخص متواضع او ان امثل جمعيه الصحفيين احنا فخورون ان نكون جزء من هذا المشروع الجميل. يعني نلقاكم ان شاء الله موعدنا في 14 من فبراير في ذكرى التوقيع او في يوم التوقيع على هذه الوثيقه. شكرا جزيلا لك. شكرا استاذ مونس المردي رئيس جمعيه الصحفيين. شكرا. شكرا لك استاذ مونس. في السياق ذاته يعني انه أستاذ يوسف هذه الوثيقة يعني كيف يمكن أن تكرس للدعوات المستمرة من قيادة رشيدة في مملكة البحرين من أجل فعلا أن يعود المجتمع يعني حالة التسامح التي ليست هي طارئة، هي حالة أصيلة في المجتمع البحريني. وإن شاء الله في موعد التوقيع يعني في 14 من فبراير يعني سيكون يعني يوما كبيرا بحجم التوقيع وتبني هذه الوثيقة. احنا لسلمك يعني كاللجان شكلت لهذه بدأنا بعمل دؤوب وجبار وحصلنا مكالمات كثيرة سواء من الجمعيات أو من أفراد أو من أشخاص، للدرجة قالوا إن هل مسموح إحنا كأفراد نوقع؟ يعني في تفاعل وإحنا بشرين بخير. نعم. لأنه هاي شيء مو قريب بالنسبة حق البحرين، متعايشين وتعايشون، بس إحنا نبني هذه الوثيقة أنا أتمناها أن تكون مسج للعالم إن هذه البحرين. نعم. وهذه ديدين البحرين، يعني إحنا ما عملنا هذه يعني بدع، لا هذه كلها موجود ومن أصل. وإحنا بعد كجمعية تسامح أيام المحرم نلقي محاضرات في الكنائس. نعم. ونلقي في المآتم، ويعني عندنا جدول كبير أيام من ثاني أو ثالث محرم
ل 11 محرم من مؤتم لمؤتم، ومعنا مسيحيين ويهود ودشون وتكلمون وتعايشون. واكبر دليل على الكلام اللي اقول لك اياه ان احنا العاصمه اللي هي المنامه اقل من نص كيلو، مو بعد كيلو، نص كيلو، تحصل المآتم والكنائس، وليس كنيسه، كنائس والمساجد سنه وشيعه، ويعني وكلهم في بقعه صغيره جدا. ولا تحصل فيهم خلاف او توصل لمراكز شرطه ان بين مسلم ومسيحي صار صراع او صار. هذه البحرين، يعني احنا البحرين احنا بس ننقلها للعالم فقط. هذه الوثيقه هي ننقل للبحرين وما نشوفها رساله للخارج. نعم، رساله للخارج. استاذ ابراهيم، احنا حظيظين او يعني ان الوثيقه راح تنطلق اولا في مكان يعني يحمل رمز، يكون هو رمز يحمل بمسمى دستور المسلمين اللي هو القرآن الكريم، بيت القرآن، وبيكون يوم جمعة. صحيح ان احنا ما دخلنا في او تعاطينا او تعاملنا مع اي جهة رسمية، احنا كجهة اهلية، ولكن انا اعتقد واستغل هذه السانحة مثل ما يقولون ان توجه الخطب يوم الجمعة في هذا الاتجاه. يعني يا ريت انه يكون في إيعاز لكل الخطباء من الطائفتين الكريمتين انهم يوجهوا خطاباتهم او خطبهم لتبني هذه الوثيقة. والحث على يعني العمل بموجب ما يعني بموجب ما هو وارد في هذه الوثيقة. جميل. اسمحوا لي أن أتحول بهذه المداخلة الهاتفية مع الأستاذة راضية دريدي، أمين سر اللجنة التحضيرية للوثيقة. مساء الخير. مساء النور. تحياتي لك أستاذ ولأفراد عائلتي، عائلة وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي. الحضور الكرام معك في الأستوديو. أهلا ومرحبا بك أستاذة. يعني شكرا. يعني مرتكزات البنود التي جاءت بها وثيقة مؤسسات المجتمع المدني، يعني تحدثنا منذ قليل مع ضيوفي هنا في الأستوديو أنها يعني انطلقت من دستور المملكة ومن ميثاق العمل الوطني ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن مبادئ الأمم المتحدة. حدثينا قليلا عن هذه البنود لو سمحتي أستاذة، وعن يعني أبرز ما أثار الانتباه من مواد هذه الوثيقة. نعم أستاذ، يعني مواد هذه الوثيقة كانت أو استمدت من روح ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الميثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك وخاصة من الميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، لأنه نص على أهمية التسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية والمكونات العقدية، وأقر ذلك دستور مملكة البحرين المعدل في فبراير 2002. وأحيط وكذلك يعني استمدت هذه المواد من الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة. إذن نصت مواد أو أكدت مواد الوثيقة على الإيمان الراسخ بأن التسامح والتعايش هما الركيزتان الأساسيتان في تقدم الأوطان وازدهارها. ونصت المادة الأولى من الوثيقة على أن التسامح يعني تقبل وجهات نظر الآخرين على اختلافها، واستخدام الحوار المقنع للتفاهم معهم، ويعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الديني والثقافي والعرقي والسياسي ولأشكال التعبير والصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والمعتقد، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا. والتسامح يؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك يسوده الأمن والاستقرار، ويخلو من أشكال الضغينة والإرهاب. أما المادة الثانية من الوثيقة فقد نصت على أن التسامح لا يعني التنازل عن مبادئنا ومعتقداتنا، وإنما هو الإقرار بحق الآخرين في الاختلاف عنا والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. نعم أستاذة، يعني رضية، يعني كم أخذ منكم
فترة الإعداد يعني كلجنة تحضيرية للوثيقة، فترة إعداد هذه المواد، وهل كانت فترة الستة أشهر التي تحدث عنها الأستاذ يوسف هي فترة الفكرة كاملة أم فترة الإعداد والصياغة القانونية للمواد؟ نعم، يعني تطلبت الصياغة القانونية للمواد الاستعانة بخبراء دوليين، كذلك يعني حسن اختيار هذه المواد لتكون الوثيقة ذات فاعلية. يعني هي الوثيقة لا نريدها أن تكون يعني ذات بعد محلي بحريني فقط، بل تتجاوز ذلك، لأن العالم في أشد الحاجة اليوم إلى مثل هذه الدعوات للتسامح والتعايش الديني والمذهبي. نعم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة راضية دريدي، أمين سر اللجنة التحضيرية لوثيقة التسامح. أعود لضيوفي في الاستوديو. أستاذ يوسف، يعني ما كانت تتحدث عنه الأستاذة راضية دريدي عن بعض المواد التي وردت في وثيقة التسامح التي تطلقها الجمعيات، وعلى رأسها أيضا جمعيتكم، جمعية البحرين للتسامح والتعايش الديني والمذهبي، هناك إقرار بمسألة أهمية التعليم ضمن المواد. يعني الآن يعني وجدت أن موضوع التعليم نصت عليه ربما مادة أو أكثر. نعم. من مواد هذه الوثيقة. لماذا تنظرون للتعليم على أنه هل هو مصدر أم متلقي لمسألة التفاهم؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر؟ يعني هل هو يؤثر أم يتأثر؟ إحنا الله يسلمك، قبل لا أتكلم في هذه، عندنا إحنا خطة عمل بعد الوثيقة إن شاء الله، بيكون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعمل برنامج مكثف للخمس المحافظات، ومبين لهم مدى أهمية خاصة اليوم الناشئة، أنت محتاج لها كثير، والعقل الناشئ اليوم محتاج على أساس تبين له شلون وما هي معنى التسامح والتعايش بيننا. نعم. احنا محتاجين حق هذه، وان شاء الله في دراسه ان شاء الله مع الاخوان اذا قروها في الجلسه القادمه ان شاء الله، ان بيكون انشطتنا مكثفه بس وليست توثيقه تقدم وتنتهي. لا، ان عندنا نشاط برنامج ان شاء الله مستمر على اساس. نعم. لان انت اذا وقعت اتفاقيه او وثيقه وانتهت وبقيت خلاص. نعم. تعلقت ستموت مع الوقت، بنفعلها هناك. يعني هناك. نعم. استمرار لعملكم. نعم. لعملكم. نعم. التوقيع على هذه الوثيقه كيف يكون متاح؟ هل هناك موقع الكتروني؟ هل ستعلن عبر موقع الكتروني موجود لديكم؟ موجود. نعم. مواقع الكترونيه. نعم. موجود للحضور. ثاني شيء، ان شاء الله بعد التوقيع الاتفاقيه ستسلم لجلاله الملك، ونسخة بتروح للأمم المتحدة، ونسخة بتروح للجامعة العربية، ونسخة للمجلس التعاون، وآسف بعد لصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء. نعم. وصاحب السمو ولي العهد. نعم. هذه الجهات، وإن شاء الله المنظمات والاتحاد الأوروبي. نعم. نعم. وفي منظمات دولية إن شاء الله سنعلن عنها بتسليمها الوثيقة. نعم. بالتواقيع إن شاء الله. جهودكم مشكورة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وسنكون معكم إن شاء الله في 14 فبراير. شكرا لحضوركم. البحرين كانت وستظل بإذن الله نموذجا للتعايش والتسامح والألفة بين مختلف الأديان والمذاهب، والشعب البحريني يتميز دائما بروح المحبة وأيضا بالترحيب بجميع أهل الديانات الأخرى انطلاقا من تحضره وتواصله مع الجميع. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي في الاستوديو، الأستاذ إبراهيم بوهندي رئيس أسرة أدباء البحرين والكتاب، أيضا السيد يوسف بوزبون رئيس جمعية التسامح والتعايش بين الأديان، والسيد عيسى هجرس وهو الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي. شكرا لكم. شكرا ضيوفي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة من أبعاد وأراء. ألقاكم بحول الله الأسبوع المقبل في أمان الله. شكرا.